السلام الله عليكم اعزائي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله ساشارك معكم تصريح قوي من نجم الدول الجزائر رياض محرز يتحدى به باريس سان جيرمان، وايضا ساشارك معكم تشكيلة الفريقين، اين نجم الدول الجزائر وذلك بشكل رسمي راح يلعب اساسي هذه الليلة. فحماس كبير سينتظرون أعزائي الكرام هذه الأمسية على الساعة 8 بتوقيت الجزائر. على كل حال أعزائي الكرام، تشكيلة نادي مانشستر سيتي الرسمية هي كل من إيدرسون في حراسة المرمى، بينما والكر، دياز، لابورت، كانسيلو في خط الدفاع. نوعا ما الدفاع قوي جدا خاصة بتواجد دياز ولابورت وأيضا حتى والكر، بينما أيضا عندنا رودريجو، برناردو سيلفا، وكيفن دي برون في خط الوسط. الوسط هو ايضا جيد نوعا ما، بينما خط الهجوم محرز ستيرلينج وجاك جريليتش. اما بالنسبه لدكه البدلاء اعزائي الكرام، ستيفان كارسون، ستونز، وايضا اكي، جيسوس، توريس، فرناندينيو، فودين، وايضا بعض لاعبي الاكاديميه. فبيب جوارديولا ماذا فعل اعزائي الكرام في هذا اللقاء؟ يعني استبدل يعني اسمين في هذه التشكيله عكس التشكيله الماضيه، استبدل رحيم ستيرلينج ورياض محرز بجابرييل جيسوس وفيل فودين اللذين كانا اساسيا اعزائي الكرام في المرة الماضية. أما بالنسبة لتشكيلة نادي باريس سان جيرمان أعزائي الكرام، عندهم دوناروما في حراسة المرمى، ممكن أن رياض محرز أعزائي الكرام سيسحق هذا هذا يعني الحارس أيضا بعدما أن سجل رياض محرز ذهابا وإيابا في يعني نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. بينما أيضا عندنا أشرف حكيمي، ماركينيوس، وأيضا أعزائي الكرام كيمبيمبي، نونو مينديز، أندري هيريرا، فيراتي، وأيضا أعزائي الكرام جويه، ميسي، مبابي، نيمار. رياض محرز الموسم الماضي اعزائي الكرام لعب امام يعني مبابي وايضا نيمار دا سيلفا، هذا الموسم اعزائي الكرام راح يلعب مع نيمار دا سيلفا ومبابي وايضا ليونيل ميسي. فقمه كرويه تنتظركم اعزائي الكرام امسيه هذا اليوم. اما بالنسبه للتحدي والرساله التي بعثها رياض محرز الى نادي باريس سان جيرمان قبل المباراه بساعات قليله هي هذه الظاهره امامكم. نشر هذه الصوره عندما سجل في يعني ملعب باريس سان جيرمان كما تشاهدون حديقه الامراء، عندما سجل عليهم وسحقهم اعزائي الكرام، وايضا قائلا اتس تايم اند يو نو وات تايم ات از اعزائي الكرام، وقت رياض محرز امام نادي باريس سان جيرمان ووقت فوز نادي مانشستر سيتي وتسجيل اهداف رياض محرز ان شاء الله هذا اليوم. اما بالنسبه للجماهير كانت سعيده جدا بتواجد هذا اللاعب، لانه عارفين باللي انه هذا اللاعب هو الوحيد اللي قادر يستطيع بمجهوده الفردي ان يسحق باريس سان جيرمان مثل ما فعل بالضبط الموسم الماضي. فنتمنوا له كل التوفيق. على سبيل المثال مانشستر ايفنينج نيوز صرحت قائله رياض محرز سيبدا اساسي امام نادي باريس سان جيرمان وهو مستعد لهذا التحدي. بينما ايضا جول العربي استفز نادي باريس سان جيرمان صرح قائلا مرحبا باريس، رياض محرز مر من هنا، وهذه المخالفة لرياض محرز الظاهرة أمامكم. فتوقعوا معنا يعني نتيجة المباراة في صندوق التعليقات. سلام.